اسمي إيهاب عيد، أنا من الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، بشتغل كمدير للبرامج وأيضا كنت مدير مشروع البحر المحطة الأخيرة للنفايات البلاستيكية. المعرض البحر المحطة الأخيرة فكرته بدأت من المشكلة العالمية اللي بتتعلق بالنفايات البلاستيكية، اللي هي إحدى أهم المشاكل اللي بتعاني منها بحار العالم والمناطق الساحلية. طبعا الفكرة بحد ذاتها بدأت في أوروبا، وهو المعرض طبعا تم تنفيذه في عدد من الدول الأوروبية بهدف نشر التوعية لدى العامة حول مشكلة النفايات البلاستيكية وتأثيراتها السلبية على البيئة البحرية وما يترتب عليها من موائل اللي هي المناطق اللي بتعيش فيها الكائنات الحية، وأيضا تأثيراتها السلبية على الكائنات الحية، وبالإضافة لتأثيراتها السلبية على المنظومة الاجتماعية الاقتصادية للسكان اللي هم بيعيشوا على المناطق الساحلية في هذه الدول. طبعا المشروع بحد ذاته تم دعمه من مؤسسة دروسس العالمية بالتعاون مع متحف التصميم العالمي في زيورخ. طبعا حجم النفايات كان ضخم، احنا طبعا اعتمدنا في تجميع النفايات على مجموعة من حملات الغطس، استطعنا خلال سنة انه نجمع ما يزيد عن 3 طن من النفايات البلاستيكية من خليج العقبة. البند الاول اللي اشتغلنا فيه عملنا دراسة علمية في منطقة العقبة على ساحل العقبة وفي جوف العقبة حتى نفهم وين اكثر المناطق اللي بتم تجمع النفايات فيها. هاي الدراسة العلمية طبعا تمت بناء على تصميم علمي واضح جدا، وتم تطبيق الطرق المناسبة حتى نجمع كافة المعلومات. كل المعلومات اللي تم جمعها من هاي الدراسة العلمية تم توظيفها في حملات غطس. معظم تركيبة النفايات اللي كنا نجدها كانت بلاستيك، كان بشكل أكثر من 70 أو 80% من كمية النفايات اللي احنا نجمعها من جوف البحر أو حتى من الشاطئ. الموقع قسمناه تحكي لقسمين، القسم الأول هو كانت معروضة أساسية فيها حجم نفايات ضخم جدا. هذا شو هدفه؟ إنه احنا بنزرع أول ما يدخل على المعرض يشوف كمية ضخمة جدا من النفايات، فيكون عنده زي مفاجأة ويسأل سؤال شو هذا هو ومن وين هذا أجا. فهم تيجي على طول هي رسالة اللي احنا ننقل له إياها، اللي هي هذا كلها النفايات تم استخراجها من جوف البحر. القسم الثاني هو كان صنعنا فيه قسم تفاعلي بالكامل مع الطلاب، مع الأطفال، مع الزوار، يعني اللي بده يدخل القسم هذا بده يشعر نفسه أنه هو فعلا بالعقبة. فمن الأمثلة على ذلك كانت إحدى الغرف الموجودة عندنا سميناها غرفة الغواصة، لأنه بدخل فيها الطالب أو الزائر بإمكانه أنه يشعر نفسه أنه في غواصة وبيحضر أفلام معينة. هاي الأفلام طبعا إلها كلها ارتباطات تتعلق في خليج العقبة.